بكم مرة أخرى كما نوهنا في البداية. الخطوة الأخيرة التي قام بها المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا بطرد الوجهات الإخوانية من عضوية المجلس وطرد العضو الشهير في التنظيم العالمي للإخوان إبراهيم الزيات، والمبرر الذي قيل أنه هذه الوجهات تستخدم لبث السموم في كافة أنحاء العالم عبر قنواتها الممولة من الخارج. هذا هو موضوعنا، ننطلق منه إلى أبعاد كثيرة تتعلق بعمل جماعة الإخوان في عواصم العالم المختلفة. معنا في هذه الوقفة يشرفنا أن يكون دكتور رفعت سيد أحمد الكاتب المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا رفعت. الأول نتوقف عند ما حدث في ألمانيا، ما الذي يعني ذلك، رمزية هذه الخطوة؟ رمزية الخطوة بأني أخيرا أدركت بعض القوى الدولية المؤثرة وبالذات الدول التي لها تاريخ في احتضان وإنشاء التنظيمات العالمية للإخوان خطورة هكذا تنظيم، خطورته على أمنها هي القومي رغم إلحاح الدول الشرق أوسطية في إجمالها ودولة المركز مصر عليهم عشرات السنين بعشرات الوثائق التي تثبت أن هذه جماعة ظاهرها تعمل في السياسة وفي الأعمال الخيرية والاجتماعية، لكن باطنها هو أعمال إرهابية ومظلة لأعمال إرهابية في مناطقنا بالأساس ومنذ أكثر من 80 سنة، وفي أوروبا عندما ذهبت إليها في نهايات الخمسينات وأوائل الستينات. قدمنا الأدلة على ذلك، قدمها دول، قدمتها أجهزة، قدمها مفكرين، قدمها كتاب حقائق على الأرض، ولكن كان دايما هناك حالة إنكار لهذا وتفرقة، إن في لا في جماعات عنف لكن في جماعات تعمل بالسياسة، وأن الإخوان يعملون فقط بالسياسة. الثابت أنهم أدركوا مؤخرا أنها كانت مظلة واسعة لاحتواء الدواعش بأشكالهم المختلفة وبتنظيماتهم المختلفة وبتواريخهم المختلفة. الإخوان المسلمين منذ البداية كانت بتحمل بداخلها بذرة العنف والإرهاب. أدرك المجلس الأعلى في المسلمي ألمانيا هذا الأمر، فإطار انتخابات ديمقراطية تم استبعاد الواجهات الإخوانية الفعالة في ألمانيا، لكن ده مش معناه نهايتهم. صحيح. ده معناه ان ادركوا الكتله الاساسيه من مسلمي المانيا ومن تنظيماتها او مجالسها الكبرى ادركت، لكن بقيت هذه التنظيمات بحالتها وبتواصلها مع دول في إطار أوروبا وفي تركيا الممول الأساسي لهم. ما هذا ما يدفعني فعلا لأن أسأل، يعني هل قيام بعض المؤسسات باتخاذ مواقف ضد بعض الكيانات الإخوانية هل هذا له علاقة بموقف الدولة؟ وهل مسموح مثلا لهذا المركز في ألمانيا لكن في دول أخرى بسبب سياسة الدول اللي موجودة فيها لا تستطيع اتخاذ هكذا قرارات؟ طبعا هذه دول لها أجندات، يعني سواء كانت ألمانيا سواء بريطانيا، في دول مركزية أساسية عمل عليها الإخوان بشكل دؤوب وتحت لافتات اجتماعية وتربوية وإنسانية مضللة. الدول المركزية دي كانت ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، طبعا تركيا تاريخيا في علاقة تاريخية قديمة مع الإخوان، لكن احنا بنحكي على الدول الأوروبية الأساسية. هذه دول عندما بدأت تعمل في الشرق الأوسط وفق مصالح سياسية واقتصادية وبترولية إلى آخره، فكان بتتعامل مع قوى عديدة من بينها بعدما بدأ الربيع العربي الإخوان المسلمين، وظفوهم في إطار استراتيجياتهم السياسية والاقتصادية في المنطقة، ولذلك بدأوا يستخدمهم في ليبيا كبلد نفط وبترول، في العراق، في سوريا لأنها على تماس مع إسرائيل التي تهمهم أيضا. من الذي يقوم بالدور؟ كان الإخوان المسلمين هم المظلة، تحت منها اشتغلت تنظيمات أخرى كثيرة منها النصرة منها داعش منها القاعدة إلى آخره.
لكن في الدول الأوروبية هذه بقيت المراكز الاجتماعية والمراكز التربوية واتحادات الطلاب والجمعيات الخيرية وهي تتجاوز الآلاف تعمل بظاهر العمل الإنساني، لكن كانت بتجند وكانت بتمول من ذهبوا إلى الشرق الأوسط ليمارسوا العنف والإرهاب. طيب عشان نفهم حضرتك، ذكرت وأصبح معروف طبعا أن تركيا هي الممول الرئيسي لهذه الجماعات، لكن مثلا تركيا اتخذت موقف مؤخرا من بعض القيادات والقنوات الإعلامية الموجودة على أرضها التي تهاجم مصر وتهاجم دول أخرى، وانتقلوا بالتالي إلى بريطانيا على سبيل المثال. هذه النقلة ماذا تعني؟ يعني هل هي رفع لدعم التركي؟ لا، ولا منصة جديدة أو مكان آخر؟ أردوغان هو إخواني الأصل، إخواني الهوى، وهو منذ البداية، منذ نشأة حركة الإخوان في تركيا، وهو في هذا الإطار. لكن تقلبات السياسة ورهانه على، هو براجماتي، كانوا يمثلونه بيسموه إسلام البزنس، كان يمثل نموذج لإسلام البيزنس، يعني يوظف أي جماعات إرهابية أو جماعات تدعي الانتماء إلى الإسلام في إطار مشروعه السياسي التركي ومشروعه للوصول إلى السلطة، ثم الانتشار في الإقليم وممارسة العنف مع سوريا ومع هذه البلد، كان قنطرة لتوصيل جماعات إرهابية من إدلب إلى باقي الوطن السوري. فهو رجل يعمل برهان على هذه الجماعات لكي يوظفها، مش لأنه بيحقق من خلالها يعني عالمية الإسلام كما يدعي البعض من كتاب، أو أنه كما كانوا يسميه يوسف القرضاوي خليفة المسلمين الجديد. لا، هو الرجل كان بيوظف هكذا جماعات. عندما وجد أنها لفظت شعبيا وليس فقط في بلادها من قبل جيش أو شرطة أو مثقفين، لا، ده هناك رفض شعبي حقيقي في مصر اساسا بلد المركز، وانهار هذا الحكم لانه انهار شعبيا اساسا. صحيح. قدم نموذج فاشل للحكم فانهار، اصبح كاشفا بقى لباقي عندئذ ادرك ان الرهان الاستراتيجي على الاخوان في تركيا عبر لجوءهم الموجودين حاليا وقنواتهم واعلامهم وغيره رهان فاشل. لكن كمان ده احنا مش يعني لا ينبغي ان يدفعنا ان احنا نامل يعني خيرا مستمرا يعني. فتوقفت بعض القنوات، لكن لو نقرا ونتابع يعني ان الدأب الاخواني لدى أردوغان يظل قائم والعلاقه قائمه. شهر اللي احنا فيه ده اجتمعت في تركيا جماعات من مثقفي وقاده الاخوان ليشكلوا انشقاقا ثالثا في جماعة الإخوان غير الانشقاقين الأساسيين. صحيح. أحد الانشقاقات دي كان موجود محمود حسين في تركيا في اسطنبول، انشقاق آخر في لندن إبراهيم منير، انشقاق الثالث ما يسمى بالكماليين نسبة لمحمد كمال اللي قتل يعني في ذكرى قتله في 15 أكتوبر منذ أكثر من عام. فعملوا مؤتمر لإنشاء طيار ثالث سموه إطار اسمه طيار التغيير تحت رعاية تركيا. إذن رغم إغلاق بعض القنوات بعض الصحف، لكن لا زالت العلاقة قائمة بأشكال يعني المكان مختلفة. اتغير لكن الحاضنة هي بالضبط هي كده. طيب يعني وجود طيار ثالث، يعني الكثير تحدث عن الانشقاق الذي حدث بين طيارين رئيسيين وأن هذا يعكس تصدعا في جماعة الإخوان. الآن وجود تيار ثالث، هذه الخلافات حتى التي تظهر إلى العلن والتراشق بالألفاظ والاتهامات، ما الذي يعنيه؟ هل هناك صدع حقيقي يواجه جماعة الإخوان؟ أنا في تقديري في صدع حقيقي، لأن البنية الأساسية للتنظيم تعرضت إلى حالة جفاف سياسي، والحاضنة الكبرى التي كانت لها في مصر على وجه الخصوص يعني في رفض كامل لها الآن ولعشرات السنين، لأن تم تجربة النموذج عندما وصل إلى الحكم فقدم حكما إقصائيا وفاشلا
في السياسة وفي الاقتصاد وفي التعامل مع المنافسين في الحياة السياسية. وبالتالي في رفض. هذا الرفض مع هجرة بعضهم إلى الخارج بدأ الصراع على المال وعلى المناصب والمواقع وثروة تنظيم دولي كبير بعمق 90 عاما. هنا بدأ التصدع يأخذ أشكالا متعددة، جبهتين ثم جبهة ثالثة، لكنه أنا في تقديري تصدع حقيقي. صحيح هم في الآخر عندما يواجهون بتحدي كبير يحصل نوع من التوافق مرة ثانية، لكن هناك تصدع حقيقي لأن في البنية الأساسية ضربت، واللي في الخارج هؤلاء يراهنون على ما تبقى من ثروات ومواقع وغيرها. طيب الجبهة الثالثة التي ظهرت، التغييريين أو الكماليين، هم عندهم عندهم عشق للمصطلحات، لكن لما تبص لواقع الحال لا تغيير ولا إصلاح ولا مقاومة شعبية. يعني مثلا الوثيقة اللي مطلعها هذا التيار الأخير وثيقة المقاومة الشعبية وكيف تبنى أسس المقاومة الشعبية، وهم أبعد ما يكونون عن مفهوم المقاومة الحقيقي والنظيف. هؤلاء يمارسون إرهابا حقيقيا، يعني تحرير المصطلح مطلوب علشان نشوف حقيقة جوهرهم. هو ليست لا مقاومة ولا تغيير ولا هو شكل من أشكال إعادة إنتاج الإرهاب بأشكال أخرى. طيب حتى الجماعتين الجناحين الرئيسيين اختلفوا، يعني البعض قال أنه لا يطمح إلى تغيير الحكم في مصر ولا إلى العودة إلى مصر، ده محمد، ده إبراهيم منير، والبعض الآخر يقول أنه يسعى إلى التغيير. الجناح الثالث الخارج أيضا لديه سياسة تحريضية ونبرة تحريضية ميال إلى العنف أكثر. نعم. كيف يعني برأيك تؤثر هذه النبرات على المتلقي له؟ نتحدث هنا في مصر على سبيل المثال. أعتقد يعني هم يعزفون على أزمات اقتصادية واجتماعية تمر بها المجتمعات، سواء في مصر، في سوريا، الدول المركزية في المنطقة، في العراق، في ليبيا. استغلال استثمار للأزمات الاجتماعية والاقتصادية لكي ينفذ من خلالها لتحقيق برنامجه اللي قائم بشكل أساسي على الرغبة في العودة إلى الحكم مرة أخرى، الرغبة في العودة إلى الإمساك ببقاليد تلك البلاد لتحقيق مشروعه. حظ هؤلاء في بلادنا أنا أعتقد حظ غير إيجابي ولن ينجح، لأن الرفض ليس رفض مؤسسات ولا مثقفين ولا قوى أساسية في البلد زي الجيش أو شرطة أو غيره، في رفض شعبي حقيقي. صحيح. لأن الناس جربت هذا النموذج وشافت كيف أنه كان نموذجا فاشلا في العمل السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. إذن حظه من التحقق فاشل، وبالتالي سيلجؤون إلى أساليب عنفية، وبالذات التيار الثالث هذا. هو اللي بيقرأ الوثيقة اللي طلعوها من 32 صفحة وحوالي 6 فصول قائمة في أغلبها على استخدام العنف وإعادة إنتاجه مرة أخرى. طيب أنا بستأذن حضرتك، هنرجع نتوقف مع هذه الوثيقة ونقرأها، لكن بعد موجز الأنباء. نتوقف مع موجز الأنباء مشاهدينا مع زميلي أحمد أنور بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا مع ضيفنا الكريم دكتور رفعت سيد أحمد الكاتب المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية عن الانقسامات الموجودة في داخل الجماعات الإسلامية، عن انفضاح أمرها أمام الكثير من الشعوب العربية وحتى في بعض الدول الأوروبية مثل ما حدث في ألمانيا، وإغلاق الوجهات الإخوانية من قبل المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا. أهلا بك دكتور رفعت من جديد. كنا قبل الموجز نتحدث عن الوثيقة التي أصدرها التيار الثالث للإخوان، المكونة كما حضرتك ذكرت من 32 صفحة معظمها فيها أسلوب تحريضي وعنيف. لماذا اللجوء إلى العنف مرة أخرى بهذه الصراحة، رغم أنه في السنوات اللي فاتت حاولوا يتواروا وراء الأعمال الإنسانية والدينية وغيرها؟
زي ما قلنا ان انت كتنظيمات ضربت بنيتها التحتية الأساسية والحواضن لها في بلد المركز وهي مصر، وفي البلاد التي عانت منهم خلال هذا الربيع العربي، والشعوب نفسها التي كانت مخدوعة بدرجة أو بأخرى في هذه التيارات، أو يعني خلينا نجربهم في الحكم لبعض القوى، اكتشفت أنها أمام ظواهر عنف وإرهاب وليست ظواهر إسلام أو دعوة أو إصلاح. التجربة كما جرت في مصر، التجربة كما جرت في سوريا، أنتجت يعني رفض شعبي طويل المدى، مش قصير المدى، رغم الأزمات الاقتصادية اللي المطلوب من الحكومات تنتبه ليها، لكنها رغم كل ذلك هناك رفض قاطع من هكذا تنظيمات وإخوان على وجه الخصوص. حصل الانقسام اللي حصل كما نقرأ ونتابع ونشاهد من في مؤتمراتهم هو نتاج تنازع على التركة، التركة المتبقية من تنظيم الإخوان الدولي وثرواته، وهي ثروات كثيرة لأنهم بيدخلوا في مشاريع اقتصادية في البلاد الأوروبية دي على وجه الخصوص، بيتخفوا خلف وجهات اقتصادية كما قلت وجمعيات وإلى آخره، وهي بالملايين. هؤلاء يتنازعون على الثروة أولا، يتنازعون على التركة بمعناها النفوذ. هؤلاء لديهم أقل تواجد في كثير من البلاد في آسيا وفي أوروبا تحت لافتات مساجد، تحت لافتات جمعيات خيرية إسلامية، يتنازعون على هذه التركة. إذن التنازع لم يكن بهدف إعادة إحياء التنظيم لكي يمارس رسالة يعني دعوية خيرية لنهضة الأمة وغيرها من الشعارات التي ثبت أنها فارغة من الداخل. عند التطبيق الحقيقي اكتشفنا أنها فارغة وأنها في المحصلة الأخيرة مشاريع عنف وليست مشاريع إسلام. بدأوا يعني يتنازعون على هذه التركة. التنظيمات الثلاثة اللي احنا حكينا عنهم النزاع بينهم على مناصب وعلى تركة، الدول الغربية والدول اللي متواجد فيها أماكن أو مراكز لهم تستغل هذه الانقسامات. طب عايزة أتكلم تحديدا عن بريطانيا. نعم. لأنه هي الملاذ الآمن التاريخي التقليدي طبعًا والتاريخي طبعًا لجماعة الإخوان. نعم. لماذا؟ لماذا بريطانيا وكيف تم توظيفهم على مر كل هذه العقود التي بقوا فيها هناك؟ نعم. يعني هنرجع للتاريخ. نشأة التنظيم الأول للإخوان في عهد حسن البنا كان بتمويل من الاستعمار البريطاني. صحيح. في الإسماعيلية. ده حقائق. حقائق بيأكدها الإخوان أنفسهم، يعني مش يعني بتبرع على أحد. صحيح. يعني النشأة صنع على عين هذه القوة أو برضاها، ثم بدأ يشاغلها في بعض المناطق بهدف أيضا انتهازي، يشغل القصر، يشغل الاستعمار. الرعاية البريطانية قديمة، ثم بعد ذلك عندما جاء زمن عبد الناصر وكان الخصومة واضحة وعدوان ثلاثي من قبل بريطانيا الاستعمار الذي بدأ ينتهي وتحل محله أمريكا، بدأوا يبحثوا عن أولئك الذين ساعدوهم ومولوهم وأنشأوا تنظيماتهم، وفي الطليعة منهم طبعا الإخوان، لأن الأحزاب الليبرالية والأحزاب اللي كانت مع الاستعمار وغيرها اندثرت، بدأت تتراجع وتتقدم الحركة الشعبية بقيادة ثورة يوليو إلى آخره، فبدأوا يلجأوا إلى الدين، العنصر الدين من خلال هذه التنظيمات. فاستمرت حركة الإخوان في علاقتها ببريطانيا في الخمسينات والستينات، ومن حدث صدام بينه وبين عبد الناصر واستطاع أن يهرب كانت أحد الملاذات الأساسية في أوروبا بريطانيا. بس هم بيستفيدوا منهم ماديا يا دكتور؟ ما هم بقى عملوا مشاريع اقتصادية
وجمعوا أموال من دول الخليج وغيرها من البلاد التي عملوا فيها لفترة من فترات الستينات وغيرها، وأنشأوا مؤسسات اقتصادية في بريطانيا. والمؤسسات دي اشتغلت في الاقتصاد، قيادات المؤسسات دي خدت جنسية بريطانية، إخواني واخد جنسية بريطانية، استفادوا منهم مش بس اقتصاديا في مثل هذه المشاريع، مثل هذه الأعمال يعني الاقتصادية، لا كمان استفادوا منهم سياسيا. بدأوا يوظفوا هذه التنظيمات ويستفيدوا من علاقات هذه التنظيمات في البلاد التي معها خصومة أو معها مصالح يريد تحقيقها عبر وسائل غير رسمية، ويستخدمون حركة الإخوان في ذلك، استخدموهم في كثير من المعارك وكثير من المواقف التاريخية في العراق، في دول الخليج نفسها، في مصر طبعا في أكثر من لحظة وأكثر من صدام، وظلوا كملجأ. العقلية البريطانية الاستعمارية القديمة لا زالت يعني هي أمكر العقليات السياسية في أوروبا للاستفادة من هكذا التنظيمات. يعني تكتشفي أن مثلا قيادات من التنظيمات القاعدة ويرطن بالتكفير ويرطن بتكفير حتى البريطاني الوقت، وكلام ده صباحا، في المساء يكون هناك مع أجهزة المخابرات. فهؤلاء استخدموا من قبل الأجهزة المخابراتية واستخدموا كذلك في مشاريع في الداخل الاقتصادي. لأنه أمامنا وقت قصير جدا، عايزين نتكلم عن كيف كانت جماعة الإخوان هي يعني المصدر الرئيسي لكل ما خرج من تحت عباءتها من جماعات إرهابية، يعني القاعدة، داعش، وإلى آخره، من فكرة وجود الميليشيات والمرتزقة والمأجورين الذين يعني يحاربون تحت اسم الدين. كيف كانت جماعة الإخوان هي الأساس لكل ما يجري الآن من إرهاب على مستوى العالم؟ نعم، الحقائق التاريخية بتأكد أن تنظيمات الإرهاب في الأربعينات وفي الخمسينات وإلى فترة السبعينات إلى آخره كانت تستقي أفكارها الأساسية والمركزية من كتابات قادة الإخوان، على وجه الخصوص كتابات سيد قطب وفي معالم في الطريق وغيرها، كانت دي بالنسبة لهم الدستور العمل الأساسي. وكتابات القيادات السبعينية للإخوان، من خلال هذا الجانب استطاع أن يؤثروا في حركات التكفير والهجر، في حركات الجهاد، ويوظفوا هذه الجماعات لتحقيق أهداف، ويظهرون كأنهم لا يعملون عنفا لكن يستخدمونها. لما ظهر الربيع العربي وضحت الدور الإخواني بقوة في سوريا على وجه الخصوص. التنظيم الإخواني في سوريا كان هو المظلة اللي من تحتها اشتغلت القاعدة، اشتغلت داعش والنصرة وهيئة تحرير الشام، لكن المظلة الأساسية تمويلا وتدريبا في معسكرات أضنى على الحدود التركية السورية كانت إخوانية بالأساس، وتسهيلات اللوجستية الكبيرة كان مع هذا التنظيم، كان فيه هدف كبير. ولعلك تتذكر كل المشاهد تتذكر الصرخة الكبيرة التي قالها محمد مرسي لبيك سوريا، بدل ما يقول لبيك فلسطين، يعني في استاد القاهرة وفي ذكرى انتصار الجيش المصري الذي انتصر مع الجيش السوري في حرب 73 يعلن انحيازه للإرهاب الذي كان يجري في سوريا. طب لماذا إسقاط الدول الوطنية؟ يعني هو بيريد إسقاط النظام، لا علاقة ذلك بالدين ولا علاقة ذلك بالأهداف المعلنة. بالضبط. لماذا يعني؟ لأنه لا يستطيع أن يعمل إلا في إطار دولة لديها جيش ولديها مؤسسات ثابتة راسخة تشكل هيكل وبنيان الدولة بمدى استراتيجي. هو يريد تفكيك هذه الدول لإعادة تركيبها مرة أخرى على الهوى الإخواني الغربي أو الإخواني الاستعماري بشكل أو بآخر. لأن لما تكون في دولة وطنية متمسكة بمؤسساتها لا يستطيع أن يعمل. صحيح. هو دائما يعمل في الخفاء ويعمل على أنقاض الدول وليس على بناء ولا في إطار دولة، ما يستطيعش أن يشتغل سياسة بشكل حقيقي أو ديمقراطي بشكل حقيقي. يريد فوضى، وفي إطار هذه الفوضى يتدخل ويحاول أن يسيطر. هكذا هي العقلية، هي عقلية استبعادية إقصائية، عقلية تقوم على فكرة رفض الآخر
أو الانتهازية، الوصول من خلال الآخر إلى السلطة ثم بعد ذلك ركل الآخر والتخلص منه. فهذه التجربة التي جرت في الربيع العربي صدقها البعض، خدع فيها البعض، لكن في المحصلة الأخيرة الآن الجميع يرفضها. صحيح. يرفض نختلف مع دول، مع حكومتنا أو السلطات في بلادنا الكبيرة، لكن في الإطار الوطني العام. صحيح. الاختلاف يكون في الإطار. هؤلاء خارج نطاق الوطن، هؤلاء يريدون الوطن في الجماعة وليس جماعة في صحيح. الوطن. صحيح. ده الأساس. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور رفعت سيد أحمد الكاتب المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية على هذه الوقفة الثرية معنا في حلقة اليوم. شكرا جزيلا. ما زلنا مستمرين معكم مشاهدين في هذه الحلقة من القاهرة، وقفتنا الحوارية الأخرى المتعلقة بالمعرض الذي زاره الرئيس السيسي اليوم، المبادرات المقدمة لاتحاد الصناعات المصرية من أجل النهوض بالصناعة المحلية. بعد هذا التقرير نتوقف مع هذا الحوار.